أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم بلقائنا الأول لعام 2017، متمنين لكم عاما مباركا ملؤه المحبة والسلام. وبداية نهنئ الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، متمنين للجميع عيدا مباركا. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يدين الحادثة الإرهابية في إسطنبول. بطريرك المدينة المقدسة يوجه رسالة بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي. نورسات الأردن تستعد لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. الكنائس الرسولية في الأردن تتهيأ للتحضير لعيد الغطاس. أهلا بكم. أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعزيه ومواساته بضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدف محتفلين برأس السنة الميلادية في مدينة إسطنبول التركية، وأودى بحياة عشرات الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين. ودان جلالته خلال الاتصال هذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب تركيا في التصدي لخطر الإرهاب وعصاباته الإجرامية الذي بات يهدد العالم أجمع. وبمشاعر الحزن والأسى شيع مواطنون من عشائر العساف وأبناء الفحيص ابنهم نورس العساف الذي قضى في العملية الإرهابية بإسطنبول ليلة رأس السنة، حيث ندد المشاركون في الجنازة بالإرهاب الذي يزهق الأرواح البريئة. كما شيع أهالي وذو رجل الأعمال الأردني محمد الصراف فقيدهم الذي قضى أيضاً بالهجوم الإرهابي الأخير. وجه غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي الذي يحتفل به في 7 من الشهر الحالي، وقال فيها: إن الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية في جميع أنحاء العالم تحيي هذا اليوم بفرح عظيم وابتهاج عام. واستنكر غبطته في ختام رسالته التي قرأها نيابة عنه الأب باجس خوري راعي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل كل ما يجري في هذا العالم من ممارسات وأعمال إرهابية وتدنيس للمقدسات الدينية واضطهاد للبشر، مناشدا مسيحي الشرق الأوسط الصمود والثبات في أوطانهم. ومن هذا من هنا من هذا المقام المقدس نستذكر جميع الممارسات والأعمال الإرهابية، نستنكر جميع الممارسات والأعمال الإرهابية والحربية من سلب ونهب لأراضي الغير وتدنيس المقدسات الدينية ومحارمها واضطهاد البشر وتعذيبهم واستغلال الأسرى خاصة النساء والأطفال الأبرياء، كما نناشد من مسيحي الشرق الأوسط الصمود والثبات في أوطانهم وثرى أجدادهم، ونطلب من الله ونبتهل إليه من أجل رعايانا المسيحيين الأتقياء الذين يقطنون في الأردن المبارك العزيز ويتمتعون بالسلام والحرية الدينية ورغد العيش في ظل قيادة ملكنا المعظم عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، كما ندعو لجلالته دوام الصحة والعافية والسلام والثبات وطول العمر له ولشعبنا الأردني الهاشمي العزيز، وكل بركة سماوية وقوة ونعمة، وسلام لكم جميعا من طفل المغارة الإلهي المتجسد لأجلنا والمولود من العذراء مريم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في مدينة بيت لحم عيد الميلاد المجيد 2016، الداعي لكم بحرارة للرب ثيوفيلوس الثالث بطريرك أورشليم. ترأس الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي للشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي للرسامة الشماسية لعدد من أبناء الرعية القبطية في الأردن. المزيد في التقرير التالي. احتفلت الكنيسة القبطية في الأردن برسامة 150 شابا من أبنائها لرتبة أغنسطس وتعني القارئ.
ورسامة 200 طفل لرتبة إبسلطس وتعني مرتلا في الكنيسة، ومنح 6 شمامسة رتبة إبوذياكون وتعني مساعد شماس، وذلك بقداس إلهي ترأسه نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي للشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس، بمعاونة القمص أنطونيوس صبحي راعي كنيسة السيدة العذراء والشهيد ماري جيريس للأقباط الأرثوذكس والقس ميخائيل ثابت، وبحضور جموع المؤمنين وأبناء الرعية. في الحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآن ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، مريم العذراء وتأنس وصلب عنا ولد بلاط سربنطي، مات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده يدين الحياة والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المثمر الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإم الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة تلام وحياة الدار آتي. وقدم نيافته خلال العظة التهاني والتبريك للمرتسمين الجدد من أبناء الكنيسة ولأهاليهم، موجها لهم الإرشاد والنصح بهذه الرتبة المباركة التي منحوا إياها. ومناسبة حلوة أن احنا يكون في هذا اليوم اللي هو الإرسالية بتاعت الخدمة، أن احنا نرسم النهاردة شمامسة في مختلف الدرجات الشموسية، عشان تكون رسالة للكل في أن الشماس هو خادم بيخدم مذبح الله. هل كل واحد فينا ينفع يكون كارز؟ كل واحد فينا ينفع يكون مبشر؟ كل واحد فينا ينفع يكون خادم؟ أيوة ينفع. طب أنا هقدر أشفي المرضى؟ أيوة أقدر أشفي المرضى. كل إنسان مضروب بحرب روحية هو مرض، مش لازم أمراض الجسد بس. لما انت تكلم انسان عن ربنا واجع في خطيه معينه او مربوط بخطيه معينه وتساعده في انه يتخلص منها، فانت شفيت مرضنا. انت بسلوكك قادر ان تغير الكثير، قادر انك تخدم، تقدر توصل المسيح لاي حد. مش لازم بالعظات والكلمات، لا، انت ممكن بسلوكك وبادبك وباحترامك وبايدك النظيفه تعرف توصل المسيح لاي حد يشوفك. عشان كده المسيح قال ليروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. ربنا يكون معاكم ويفرحكم، وتعيشوا وتربوا أولادكم وتنموهم جوا الكنيسة وتعلموهم عشان تغرسوهم، ويطلع غروس نامية داخل الكنيسة هيريحوكم أنتوا بعد كده، فإن هم يبقوا مرتبطين بالكنيسة، مش محتاجين منكم مجهود أنكم أنتوا اعمل كذا وما تعملش كذا، لا، هو بيتعلم من الكنيسة نفسها وبارتباطه بالكنيسة والمذبح، ويقف جنب المذبح ويرد ويصلي. فحاجة حلوة، يا ريت تربوا أولادكم كلكم على كده، وإن شاء الله نرسم تاني وثالث ورابع، وكل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. دي فرحة في الكنيسة، ده تاريخ للكنيسة، لازم نفرح. وقلت لحضراتكم ان الشمامسة اللي اترسموا اليوم خدوا رتبة أغنسطس، كل شاب فيهم لما ينهي ايام غربته في الاردن هيرجع كنيسة بلده او قريته في مصر شماس، كان بيقف مع الشعب، هيقف مع الخورس، هيخدم، هيساعد. فدي بركة من كنيستنا
في عمان. ألف مبروك علينا كلنا، شايف الشمامسة مبسوطين، ومبروك مبروك على الترقيات. بقى عندنا 6 ابوزياكون اترسموا اليوم، اترقوا من رتبة الأغنصس، وكان عندنا من أيام الأنبا أبراهام المهندس جرجس المصري رئيس الشمامسة، بس هو الأسبوع هذا في ألمانيا. يبقى عندنا 7 رتبة ابوزياكون، ودي نعمة وفرحة كبيرة. لازم كل واحد فينا اليوم يضل ليل ونهار يقول لربنا أشكرك يا رب على العمل. وبعد العظة تقدم جميع المرتسمين لنيل بركة الرتبة الشموسية من قبل نيافته، وسط فرح الحاضرين ودموع أهاليها. تتهيأ الكنائس الرسولية في الأردن للتحضير لعيد الغطاس في موقع معمودية السيد المسيح في المغطس، حيث تحتفل الكنائس الكاثوليكية وحسب التقويم الغربي بهذا العيد في 13 من الشهر الحالي الذي يصادف الجمعة الثانية من شهر كانون الثاني. رسالة عيد الغطاس، عيد المغطس، هي الرسالة التي أتت من السماء لما يسوع المسيح نادى المعمودية على سر على يد يوحنا المعمدان، أتى صوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت فله اسمعوا. ابن الحبيب يعني هي العلاقة بين الأب والابن، هي علاقة محبة، محبة آتي من الأب، الأب لابنه الوحيد، واللي ببادلها الابن لأبوه اللي كان دائما يسميه أبا، يعني أيها الأب. وهي المحبة المتبادلة هي الروح القدس الذي هو علاقة المحبة بين الله وبين الأب. إذا نحن بالعمال أيضا أصبحنا أبناء الله الأحباء، أصبحنا أحباء لله، وبالتالي علينا أن نسير حسب مشيئة الله تعالى. كيف نعيش ذلك؟ نعيش ذلك بأن نضع الله دائما نصب أعيننا، وأن تكون مخافة الله دائما أمامنا، وأن تترجم مخافة الله في أعمالنا وفي مواقفنا وفي علاقاتنا مع الآخرين. فله اسمعوا معناته أنه كما قال يسوع المسيح اعملوا أنتم، تخلقوا بخلق المسيح يقول القديس بولس. وهون كمان يعني لا نستطيع أن نتخلق بخلق المسيح إذا كان في قلبنا حقد، كان في قلبنا بغض، كان في قلبنا نميمة، كان في قلبنا خطيئة. لا شك أننا ضعفاء ومعين الخطيئة، ولكن رحمة الله أكبر من كل خطيئنا. نأمل أنه عيد الغطاس يكون عيد مبارك لجميع المؤمنين، وأن نسير دائما بمحبة الله ومخافته، كي نسمع يوما ما سمعه يسوع المسيح عند عماده، هذا أيضا هو ابن الحبيب فله اسمعه. وكل عام وانتم بخير. كما تتهيأ الكنائس الأرثوذكسية في المملكة للاحتفال بعيد الظهور الإلهي في 20 من هذا الشهر، حيث سترفع الصلوات في الكنائس داعية بأن يكون العام الجديد عام سلام ومحبة وأمن واستقرار في كل ربوع العالم. بمناسبة عيد الظهور الإلهي الذي سيتم في 20/1/2017 على ضفة نهر الأردن في المغطس، سيكون هناك احتفالات ستبدأ تقريبا من الساعة 9:30 لغاية الساعة 11:30 ببرنامج معاد تحت رعاية المتروبوليت بنديكتوس. وبهذه المناسبة ندعو أبنائنا للمشاركة في هذا الاحتفال، وكمان نشد على أيدي قواتنا المسلحة وجيشنا الباسل وقوات الأمن العام لأن يقف الله معهم في محاربة الإرهاب وكل الذين يظنون السوء إلى هذا البلد. وكل عام وأنتم بخير. احتفلت راهبات الدون بوسكو للسلزيان في الأردن باليوبيل 125 عاما على تأسيس إقليم الشرق الأوسط لراهبات السلزيان. التفاصيل في التقرير التالي. احتفلت
احتفلت راهبات الدون بوسكو للسالزيان في الأردن بانطلاقة يوبيل 125 عاما على تأسيس إقليم الشرق الأوسط لراهبات السالزيان، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة كلية ترسنطة، ترأسه المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن، بحضور المونسنيور روبرتو كونا المستشار في السفارة البابوية وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات. وتحدث المطران لحام في عظته: إننا نفرح اليوم ونصلي ونحتفل بمناسبة سعيدة، وهي ذكرى تأسيس إقليم الراهبات السالزيان في الشرق، وروحانية الدون بوسكو وصورته تضاف للاحتفال، والتي تبناها عشرات الآلاف من الرهبان والراهبات. من الجمل الشهيرة لدون بوسكو جملة باللاتينية: داميكي أنيماس تشيترا تولي، وترجمتها: أعطيني النفوس وخذ الباقي. وبتعبير عصري نقول: أعطني ما هو مهم وخذ ما هو ثانوي. هذه الجملة هي فحص ضمير لنا جميعا، ليس فقط للراهبات السالزيات، فحص ضمير حول ما هو مهم أو أساسي وما هو ثانوي. نلاحظ في حياتنا اليومية أن الأمور الثانوية تأخذ معظم وقتنا، وذلك على حساب ما هو أهم وما هو مهم وما هو أساسي، وغالباً ما يكون ذلك عن غير وعي. السؤال إذن هو: ما هو الأساسي؟ ما هو تعريف الأساسي؟ الأساسي هو العمل على خلاص النفوس وتجنب الحكم على الإنسان، أي إنسان، لأن كرامة الإنسان آتية من كرامة الله الذي خلقه على صورته ومثاله. وخلال القداس جددت الراهبات نذورهن الرهبانية شاكرات الرب على كل ما منحهن إياه. وأعربت الأخت لينا أبو نعوم الرئيسة الإقليمية لراهبات السالزيان عن عميق شكرها وامتنانها للأردن، وقالت: الشكر للأردن الحبيب الذي استضافنا وجمعنا وفتح لنا أبواب خيره، ونحن لهذه الأرض مخلصون بمؤازرة شعبه لا سيما الشباب الصاعد. فليت الزمن يعود يوما بسلامه، بانفتاح حدود دولنا، بالتآخي، بالتواصل بين جنسياتنا العربية المتنوعة وبين تنوعنا الثقافي والحضاري. نحن اليوم في صلاتنا نذكر أولاً شهداء هذه الأرض وشهداء دولنا جميعاً. نعتبر احتفالنا صلاة واجتماعاً من أجلهم. نشكر بصلاتنا جلالة الملك وسياسته المعتدلة والجامعة. هذا البلد المضياف قدم لنا الكثير، ونحن بعملنا ورسالتنا نرد الجميل. بركة يسوع من خلالكم آبائنا تحل علينا، وليكن ليوبيلنا استحقاقات كثيرة نجدد فيها أنفسنا ونسير مع الشبيبة في دروب القداسة السالزيانية. وبعد القداس الاحتفالي انطلق الجميع إلى مسرح كلية ترسنطة للمشاركة بأمسية ترانيم قدمت خلالها الراهبات ترانيم ميلادية شاركنا الحضور خلالها خبراتهن الروحية. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te soffriamo.
sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime. ثم أحيت الفنانة اللبنانية كاتيا حرب الأمسية بمجموعة من الترانيم المميزة والتي تفاعل معها جميع الحضور. المسيح ولد فمجدوه، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه، المسيح شعار لأن محبة المسيح تحثنا. ينطلق خلال الشهر الحالي أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، كما ستصلي الكنائس على نية شهداء الوطن ولأجل الأمن والأمان في بلدنا الأردن الحبيب. وتاريخيا يعود إطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين المسيحيين إلى قرن مضى، حيث يحتفل به مسيحيو كل الكنائس سنويا. نور سات الأردن وللسنة السادسة على التوالي ملتزمة بتنظيمها انطلاقاً من الإيمان العميق بأن هذا الابتهال والموعد الروحي الذي يمتد حتى 25 من شهر كانون ثاني الجاري من شأنه أن يوحد المسيحيين وينمي الوعي بحقيقة أن الوحدة التي نصب إليها لا يمكن أن تكون نتيجة جهودنا فحسب، إنما هي هبة نتلقاها من الرب. أجمع منتدون في الجامعة الأمريكية في مادبا على أن الأوراق النقاشية الستة التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني تشكل نهجاً وخارطة طريقاً لرسم ملامح المستقبل الأردني، وأكدوا في جلسة حوارية شارك بها نواباً وأساتذة أن الورقة السادسة جاءت في وقتها كونها تحث على احترام الرأي الآخر وتدعو إلى الوئام والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الأردني الواحد، وتعريف النشء كذلك بضرورة الاحترام المتبادل بين الجميع للوصول إلى دولة مدنية قائمة على سيادة القانون والتعددية وتكافؤ الفرص. الأردن بدأ بعد إلغاء الأحكام العرفية ووضع قانون دفاع مش قيد التطبيق، بمعنى موضوع على جنب في حالة الطوارئ القصوى يطبق، أصبحت دولة يحكمها القانون، وصار ممكن أنت يعني إذا فصلوك من الشغل بتقدر تقاضيهم وبقرار محكمة ترجع للشغل وهكذا. إذن سيادة القانون هو أساس الدولة والمجتمع الحديث، وسيادة القانون تقترن بمفهوم الدولة المدنية. لما نحكي دولة مدنية هي المقصود الدولة التي تستند إلى المجتمع المدني، يعني مش لفئة أو طائفة أو عسكر أو قيادة دينية مثلا. الدولة المدنية دولة مواطنة مساواة أمان. شو يعني مواطنة؟ يعني أنا أردني أملك جواز سفر أردني، إذن أنا أردني، أنا ما بميزني عن أي حدا غيري في هذه البلد إلا القانون، هو القانون هو الذي يحكم بيني وبينه. الأردني أردني بغض النظر لا دينه ولا عرقه ولا أصله ولا مستواه الاجتماعي غني أو فقير. هاي هي المساواة، هاي هي المواطنة، المواطنة الحقيقية. المواطنة الحقيقية خلينا نبسطها أكثر من هيك، لما أنا بدي أنزل على دائرة حكومية أنا مش مضطر أحكي 10 تلفونات عشان أمشي معاملة، أنا في قانون، أنا مش مضطر أعرف 8 جوا عشان تمشي المعاملة، في قانون. هاي الدولة المدنية بشكل بسيط، العلاقة بين الفرد والدولة هي علاقة قانونية. من أهم أساسيات الدولة المدنية ويغفل الكثيرين، وكون هاي ورقة نقاشية من جلالة سيدنا، هي اسمها نقاشية مش دستور كامل، هي موجودة عشان نتناقش. نضيف إليها لا لخلط الدين بالسياسة. ليش لا لخلط الدين بالسياسة؟ ما قلنا الدولة،
بالسياسة. لماذا؟ الدين طاهر يسمو على السياسة. السياسة هينا كلنا قاعدين معلي يشتغلها فترة طويلة ملوثة دنيوية. لا يجوز خلط شيء طاهر بشيء دنيوي ملوث اللي هي السياسة. وعليه يجب فصل السياسة عن الدين وإبعادهم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الورقة الملكية السادسة تحث على احترام الرأي الآخر والعيش المشترك. الكنيسة القبطية تحتفل برسامة عدد من أبناء رعيتها في الأردن. 125 عاماً على تأسيس إقليم الشرق الأوسط لراهبات السلزيان. الأردنيون يشيعون ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في إسطنبول. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.